ايه؟ ركز معايا فوق. ايه؟ معاك للصبح. ليه يا حبيبي؟ معاك للصبح. ماشي. عارف يا ادم هما هنا بيغمي عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره. بس انا واخد على خاطري منك. ليه بس؟ مش تطمن عليك؟ قلبي هاد كان متشحتف عليك. ها؟ مش تطمن قلبي بابا. عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ في مين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقة اسمه حمادة عجلة، كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس كان لما مؤاخذة يعني شاذ. فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب فكرت. بقول لك يا باشا مفيش كهربا. كهربا وحشتنا والله. عينيا اول مره تريح شويه. ايه ايديك وجعتك ولا ايه؟ اجيب لك مسكن؟ اضرب. انا عايز امك هنا تعرف تبعت تجيبها لي. عايز افهم. صد على رجلك. مش عايز تعترف ليه؟ مين اللي كان معاك جوه هنا؟ انت! مشكلة يا باشا مش عايز تسمع. انت عايز تسمع على مزاجك وبس. عارف يا باشا؟ شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية. مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير. فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المايه. افتح افتح اخويا. اسمه حماده يا حبيبي. حماده ايه؟ حماده عجل. اهدى هبعت اجيب لك مسكن. الواد ده هيتساب مربوط كده وبقى تف في وش روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح.